What's up? My name is Sam Snee, and we're making some spiha right here, little Easter. Okay, أنا جبت طحين وجبت ملح وجبت مية وخابط عجنهم كلهم مع بعض وبعد ما عجنتهم كلهم مع بعض خليتهم حوالي 4 ساعات بالثلاجة قطعتهم أول إشي ل 2 أونس each عشان يكونوا كلهم نفس السايز نفس الدويرة فبعد ما تحطهم 4-5 ساعات بالثلاجة بتطلعهم وبتشيلهم من الصينية مش لازم تكون يعني بروفيشنال you know it's all foods gonna go all to the stomach بعدين تحط 8 بالصينية قد ما تكون بعدين 3 بالنص بعدين بتفردهم بإيديك حلو والله شو ما احلاهم صاروا وبتسخ الصينيه اول شيء بحط فيها شويه زيت عشان ما يلزقوا بحطهم هون حوالي نص ساعه تقريبا ل 45 minutes عشان ينفشوا لانه العجينه تصير ناشفه it's easy very easy doesn't take a long time if you have guests حوالي 50 واحد 100 واحد تعملهم اكسترا فود بشبعهم ايوه والله كتير يلا لازم اروح اجيب كمان شويه